يحلو السهر في موريتانيا ويتمدد توقيت كل ليلة، ففي المحلات تبدأ التجمعات، وما يزين جلسات الموريتانيين إبريق الشاي. هالتا يعني عادة عندنا نحن الموريتانيين، وفي المحلات وجلسة عادية نبيعوا ماتريال بتاعنا ونعدلوا التايم، ما عندنا أي مشكلة ما شاء الله، وهذه عادتنا الحمد لله. تزورونا في أي وقت تشربوا التاي وتشربوا من عندنا مولي حاجات. لأن طبيعة البيئة الموريتانية صحراوية، فإن إعداد الشاي في المحلات لا يقتصر على حلول الظلام، فحتى في النهار لا يغيب الإبريق أو كما يسمى أنيس الصحراويين. أينما حللت في موريتانيا ستحتسي كوبا من الشاي كعربون كرم من أهلها قبل أن تفكر في اقتناء ما تحتاجه أو الشروع فيما تريد القيام به. كيف أمركم؟ لباس؟ الحمد لله ما شاء الله. يعني هنا نحتسي أتاي ولا تبيعونا؟ تشرب أتاي بعدين شكرا الله يبارك فيك. كما تلاحظون وتشاهدون هنا في موريتانيا وبالضبط في العاصمة نواكشوط، قبل أن تشتري شيئا أو على الأقل تزور محلا يجب أن تحتسي الشاي. لقناة الشروق نيوز، عبد الحكيم بلغيث من العاصمة الموريتانية نواكشوط.